مساء الفل. احنا دلوقتي في ليالي الشام ومعانا الشيف زياد. اخبارك ايه؟ الحمد لله. فرق الطول مخليني حاسس بتهديد فظيع. احنا هنعمل النهارده سالنا الشباب ولقينا ان الكريسبي كريب الكريسبي من اكتر الحاجات اللي بتتباع هنا، هنعمله مع بعض النهارده. اول حاجه عندنا فراخ المقليه، هننزل بيها في الزيت ان شاء الله. صح كده؟ تمام. حلو قوي. وعلى ما تخلص هنبتدي نحضر الايه؟ ان شاء الله اللقمه بتاعتنا. انت بقى هتقول لي اعمل ايه، تعالى هنا كده وقول لي اعمل ايه. يلا هننزل، هننزل بيها اهي، نسويها الاول من الناحيه دي. حلو، ومستنيها تستوي. وعلى ما نعمل كده فلفل، مش كده؟ نبدا ننزل شويه فلفل على الجريل. طيب عندنا دلوقتي ايه الفلفل؟ قول لي كفايه. كفايه كده. كفايه، يلا بينا. واحده كمان من عندي. تمام. معلش انا كلمت. نبدا بقى نقطعه. يلا بينا. نبدا نقطع الفلفل. نقطع لي. قول لي لو انا شغال صح ولا ايه؟ لا كده تمام. ينفع ولا ما ينفعش؟ ماشي. قطعه بس كويس صغير. بس تمام، ابدا اطمن على الكريبات. حلو كده. طيب ارجع ورا انت بس كده. بص على الكريب. تمام كده. إيه؟ تمام. تمام. نقلب ولا؟ اقلب. ايوه. نقلب. اهو. ابدا احط الجبنه بتاعتي. الجبنه. موتزاريلا. ده انت بتبقى مجهز البورشن الواحد للكريبايه جاهز. مظبوط. مش كده؟ ننزل بالجبنه كلها اهي. هبدا افرقها بقى على اللومه. افرق الجبنه اطلعها بره شويه على الاخر. وابدا احط الفلفل بتاعي. نيجي نطمن على الفراخ. نطمن على الفراخ. تمام. لسه سنه. لسه سنه. ماشي. طيب هبدا اشوف الكربايه من الناحيه بتستوي. هلفها الناحية التانية. نلفها اهو كده اهو. بس كده. حلو قوي. الفراخ بتاعتنا ايه؟ ايوه كده. تمام. تمام. استوت. بنزل على الجريل ولا على طول على الجريل؟ لا بنزل على الجريل. على الجريل الاول. طب ليه بقى التاتش اللي على الجريل ده؟ قول لي. التاتش اللي على الجريل بحيث ان انا ممكن اقطعها، او على الاقل لو فيها سنه زيت تبقى معموله على الجريل، ما تحطش في اللقمه. حلو قوي. طب انت عايزني اقطعها ولا؟ ماشي، نخليها نقطعها المرة دي. نقطعها المرة دي. هقطعها نصين. نصين؟ نصين. وابدأ ان انا افرقها على اللقمة. حلو قوي. بس افرقها، اسيب مسافة عندي ان انا اقدر اقفل بيها الكريب. يعني من هنا؟ المسافة من هنا اهو؟ اخلي مثلا القطعة دي تبقى معاهم هنا. اسيب المسافة دي عندي فاضية. دي ايه؟ دي. ماشي اهو. والتانية. ودي اخر واحدة. بس كده. ابدا الفه ناحيتي تاني. اعدله الناحية التانية. ابدا احط الصوصات. يلا بينا. صوصات، انت قلت لي مايونيز الاول. مايونيز وكاتشب. طيب. كفاية؟ كفاية. كاتشب بتاعنا. كاتشب. كفاية؟ كفاية. ابدا ان انا اقفلها. نقفل. نقفل بقى ازاي؟ نجيب ده. نجيب ده كده اهو. ايوه ماشي. وابدا ان انا اخد الطرف ده مع صباعي ده هنا عشان اقدر احكمها كويس، عشان نقفل الناحيه الثانيه. ايوه. حلو قوي. وابدا ان انا اجيب الظرف بتاعي، الورقه بتاعتنا المتينه. طب ده الموضوع حلو وسهل اهو، مفيش حاجه اهو. بس طلع كده. كده يبقى معانا الكريب كريسبي تشيكن بتاع ليالي الشام اللي الناس كلها بتتحاكى عليه. زهقناك معانا. تحت امرك. كنت انفع؟ ان شاء الله. بجد؟ ايه الطول ده يا عم زياد؟ في ايه؟ تعبناك يا زيزو. بس يا حبيبي.